بسم الله الرحمن الرحيم. مصطفى بن شعيب، رئيس مجلس إقليمي لدريوش. اليوم الحمد لله كانت عندنا دورة ديال دورة استثنائية انعقدت بطلب السيد العامل، وكانت كتشمل واحد 6 ديال النقاط. النقاط اللي كانت كتعلق ب تحديد الثمن ديال البقعة الأرضية ديال البرحي اللي غتقتنيوها إن شاء الله للمنطقة اللوجستية والمنطقة الصناعية، وتخصيص مبلغ مالي لهذا الموقع هذا. نقطة ثالثة هي موافقة المجلس على الاقتناء ديال هذه البقعة الأرضية، وفي نفس الوقت تم المصادقة على اتفاقيات اللي تعقدت ما بين المجلس الإقليمي والجمعيات اللي نالت يعني الصفقة ديال الأوراش، يعني باش ينفذوا برامج ديال الاوراش. والنقطه الخامسه كانت كتعلق بالميزانيه التكميليه ديال الميزانيه المستقلمه ل 2022، والنقطه السادسه كانت كتعلق ببرمجه الفائض لسنه 2021. الحمد لله يعني الدوره دازت في ظروف يعني جيده. كان واحد النقاش محموم ما بين الاخوان كاملين، كل واحد يعني يعطى الراي ديالو، ويعني هذه الدوره هذه زعما هي نقطه فارقه بالنسبه للاقليم. علاش؟ لانه اليوم الحمد لله تم تخصيص واحد المبلغ ديال 5 مليون درهم لاقتناء منطقه بورحايل اللي المساحه ديالها تقريبا 20 هكتار، اللي تخصص منطقه اللوجستيك. وهذه المنطقه هذه ان شاء الله غادي يكون يعني يكون عندها واحد الوقع اللي هو ايجابي وايجابي جدا، واللي غادي يخلق واحد المجموعه ديال المناصب الشغل، و يعني واحد وفي نفس الوقت خصنا يعني تم المصادقه على اقتناء الارض ديال المنطقه الصناعيه. يعني هذا الجزء المشاريع غيكون عندهم واحد يعني واحد الوقع كبير على الاقليم. ومن هذا المنبر كنشكر جميع المساهمين في يعني في انجاح هذه النقطه هذه، وبالخصوص يعني السيد العامل اللي بذل مجهود كبير يعني باش يعني ليس يقنع الساكنه انه هذا المشروع هذا يعني من الاولويات اللي خصو يدار، يعني باش يعني نقتنيو هاد الاراضي هادو. وفي نفس الوقت كنشكر المجلس ديالنا كامل، يعني الاخوه الاعضاء اللي حضروا واللي يعني اللي بينوا على واحد المسؤوليه ديالهم، وكل واحد يعني سمح في المنطقه ديالو، سمح المشاريع اللي كتهمكم المنطقه، وفكر واحد البعد اللي هو اقليمي، وقال لك اسيدي حنا نخلصوا هذا المبلغ اللي هو ازيد من نصف ديال 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 الفائض نخصوه للمنطقه ديال بورحايل للماء. يعني علاش؟ لانه يكون عنده واحد وقع اللي هو وقع كبير. بالنسبه للميزانيه التكميليه ديال يعني اللي جاتنا من الداخليه في اطار ديال التيفيا، يعني حتى هي يعني تبرمجات والحمد لله. يعني راه كان كما كتعلموا كانت الميزانيه ديال المجلس الاقليمي كانت تقلصت واحد النسبه كبيره، والحمد لله يعني كنشكروا هنا وزاره الداخليه والسيد العامل اللي داروا واحد المجهود كبير، يعني اللي كملوا لنا هذا المبلغ هذا باش نقدروا نسيروا الاقليم ديالنا واحد الطريقه اللي هي ان شاء الله مزيانه. والنقطه الاخيره كانت تخصيص الفائض يعني البرمجه ديال الفائض ديال 2021، وهنايا كما اشرت من قبل تخصصت 5 مليون درهم للمنطقه ديال بورحايل، تخصصت 2 مليون ديال الدرهم لبناء المجلس الاقليمي، ويعني حتى هو يعني واحد المشروع اللي هو مهم بزاف. كما كتعلموا احنا دابا غير كنكريو، والاليات ديالنا راه مشتين وما عندناش المستودع، والحمد لله يعني 2 مليون درهم غادي نبداو ان شاء الله بالتشييد ديال المجلس الاقليمي. وكان جوج نقط اخرين، ويعني خصنا واحد المبلغ اللي سميتو للدراسات وقتنا سيارة نفعية للمجلس ان شاء الله. يعني هاد النقاط هادو كلهم نقاط مهمة ومهمة جدا، ونتمنى ان شاء الله الخير لهذا الاقليم، وشكرا.